مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. سلام للجميع في حلقة جديدة متميزة كما وعدناكم كل يوم في رمضان في حلقات من كنار تي في. اليوم حلقتنا حتكون عن موضوع مهم جدا جدا جدا، وطلبتوه انتو، عشان هيك اليوم عم نطلع معكم عن تأثير الأجهزة الإلكترونية على الأطفال، موضوع الإدمان الإلكتروني. طبعا يعني هذا بده عدة حلقات مش حلقة واحدة، خاصة إنه الآن صار يعني مرض عصر، صار يأثر مش بس على عقولنا وعقول الأطفال، مش بس على الأطفال، صار على الكبار، صار يأثر على الرقبة، على العمود الفقري، على الأكتاف، على النمو، على العيون، يعني عد ولا تحصي. وللأسف بطلنا نقدر نبتعد عنه، يعني صار هو شريك الحياة زي ما بيحكوا. فاليوم طبعا موضوع مهم، انا والاستاذ محمد تميمي اخترنا لكم يعني بعض المحاور، مش كلها اكيد، مش هنقدر نحكي عن كل شيء، لكن حنحاول ان شاء الله نحكي عن بعض المحاور. واليوم حتكون علينا ضيفة عزيزة من الولايات المتحدة الامريكية، الاستاذة ريم عناني. اهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك وشكرا كثير لاستضافتي، شكرا لكنار تي في. أهلا طبعا وسهلا بالأستاذ ريم. أهلا الأستاذة فيك، شكرا. ريم، الأستاذة ريم يعني أنا صراحة لما حضرت بعض الفيديوهات تبعتها صدمت بقمة الرقي في المعلومة. هي سيرتيفايد لايف كوتش وموتيفيشنال سبيكر، موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، بتعمل كتير مواضيع حساسة ومهمة للجالية بشكل عام. عندها مواضيع بتتكلم عنها باللغة الإنجليزية والعربية، طبعا بتحكي عن شغلات كيف نصير من إشي طبيعي إلى إشي فوق الطبيعي، نصير ناس أقوياء ومحفزين. بتحكي كيف نوصل للجولز تبعتنا أو الأهداف تبعتنا، بتتكلم كتير عن شغلات عن الآباء وتعليمهم كيف يتواصلوا مع أبنائهم، كيف يكونوا أقرب. وطبعا الموضوع المحبب لديها اللي هي Woman Empowerment أو تحفيز المرأة أو تمكين المرأة. يعني عالم من الكوتش ليرنينج وعالم من الموتيفيشنال سبيكر. صراحة أنا أعجبت كتير بفيديوهاتها، أول ما شفتهم قلت هذه هي الشخص الذي نريده يتحدث عن هذا الموضوع. إن شاء الله بنحاول نجيكم بمواضيع تانية. فيعني أهلا وسهلا بين أهلك وبقناتك وبين جمهورك، شرفتينا أستاذ ريم. شكرا لك، شكرا كثير على التقديم الرائع، الحقيقة خجلتني بس شكرا كثير. أنا سعيدة جدا إني أكون معكم ومبسوطة كثير في الجهد اللي بتعملوه، ويعني الشغل اللي بتشتغلوه كثير مهم سواء إلنا في أمريكا أو في كندا. أستاذة ريم أهلا وسهلا فيك. الحقيقة الكلام عن الأطفال يعني أمر دائما بحفزنا ويقلقنا ويشد الجميع نحوه. الحديث عن شيء من روحنا، يعني أطفالنا، مستقبلنا، بيحملوا هويتنا، بيحملوا عاطفتنا، بيحملوا كل المعاني اللي إحنا يعني نريد أن نغرسها في جيلنا. الأمور اللي فاتتنا نحاول إنها ما نقصر معهم فيها، الأمور اللي شفناها يعني فينا غرست فينا بشكل جيد، بنحاول جهدنا إنه ما نضيعها فيهم، يعني أبنائنا في الأخير. فلما نشوف أنفسنا إنه إحنا بنشتري بإيدينا إلهم وبأموالنا إلهم ما يؤذيهم، هذا أمر يعني يفزعنا بشكل عظيم جدا. لما نشعر أنه إحنا كأننا نصوب بأسلحة النيران نحوهم، أمر مقلق ومفزع بشكل كبير جدا. لما بنحس أنه هؤلاء أبنائنا بدل ما يعني نعطيهم ما يريحهم ونحن نعمل ونكل ونجهد ونتعب من أجل ذلك، نقدم لهم ما يتعبهم في آخر عمرهم. فأتحدث عن طبعا الإلكترونيات والأجهزة الإلكترونية، وهنا أقول
وأستفتح بعد بسم الله. الأجهزة الإلكترونية أمر يعني لا يمكن أن نتجاهله، صارت جزء من ضرورات الحياة، وكما قلنا لولا ذلك كان احنا أول من يبعدها عن أبنائه، لكن لأنها جزء من ضرورات الحياة نشعر أنه كأن يعني نعارك طواحين الهواء إذا أردنا أن نصارعها. فكأنه فعليا فعليا، بتذكري الأفلام اللي بتحكي أنه الروبوتس وأنه الكمبيوترز حتصير تحارب الإنسان وتخرج والإنسان يستسلم لها، حاسين كأنه إحنا وصلنا لهذا بس بشكل معنوي أو بشكل أو بإرادتنا أو بأيدينا. مش عارف هل فعليا الأجهزة الإلكترونية اللي بين يدي الأطفال والأولاد والبنات هي ضرورة أم نحن نبالغ؟ لا، ضرورة ضرورة. شكرا على المقدمة. الحقيقة هو فعلا أبنائنا أعز ما نملك، وهم كل شيء بالنسبة لنا، فمنشان هيك بنحاول نعطيهم أكثر، يعني كل شيء مفيد وكل شيء بيقدر يساعدهم يستمروا في هالحياة بشكل ناجح. هلا اول شيء، انا ضد جلد الذات، وانه احنا كلنا قاعدين بنعمل جهدنا بانه نعمل كل شيء كويس لهم بالقدر المستطاع باللي بنقدر عليه. هلا كمان عندك هاي المشكلة بنقدر نحكي عنها ما قبل كورونا وما بعد كورونا، لأنه ما قبل كورونا بقيت تقول للولد تعال ألعب أنا وياك مثلا شدة، نلعب سكرابل، نلعب فاركلز، نلعب أي لعبة أونو اللي بدك إياه. الآن عندك لابد من وجود جهاز إلكتروني عشان الولد، التعليم أونلاين هلا أصبح، فموضوع وجود الأجهزة الإلكترونية هي جزء من حياتنا، ويفضل إنه نتعامل معها بشكل واقعي، ما نكونش يعني زي ما تقول منحازين لأي طرف، أو نكون جدا نجلد ذاتنا ونجلد الزمن اللي إحنا عايشين فيه. الإلكترونيات هي جزء من حياتنا الآن، هي جزء من التعليم، وقد تستمر كمان سنة. فإذا خلينا نشوف بما إنه موجودة هي الآن كيف نستخدمها بأسلم الطرق، كيف نحاول نقنن الوقت ونتعامل مع أبنائنا ونفهمهم شو اللي منيح وشو اللي لا، قديش بنقدر. هوب كل سوري أنحاء العالم. نو يا آسف أنا أجاني خط بس. اتس اوكي سامعانا؟ يا أنا سمعتكم تماما. يا تفضل. يا فأنا بقول لا، خلينا نطلع. أنا دائما بحب إنه إذا في مشكلة أوكي، مش مشكلة، هو إشي جديد دخل حياتنا ناوت، خلينا نشوف كيف نتعامل مع هذا الوضع وكيف أفضل طريقة نطلع رابحين مش خاسرين في هذا الوقت أو بهاي الأجهزة. أنا معك في شيء. للأسف يعني إحنا صار اعتمادنا على الأجهزة الإلكترونية سواء الآيباد أو التلفون اعتماد كلي، واعتقد انه العالم ماشي الى هذا الاعتماد، الى حوكمه وحوسبه جميع البطاقات بحيث انها تصير داخل التلفون او الايباد، بحيث انه بطل نستخدم حتى الاوراق، حتى العمله الديجيتال بطلت راح يصير. طيب هل الان اعتمادنا على هذه الاجهزه سواء التلفون او الايباد اصبحت عاده أم إدمان؟ في فرق بين العادة والإدمان، صح. وأرجو أنك توضحي للجمهور وكيف أنه إحنا نعرف أنه هل هذا هو عند أطفالنا عادة أم هو إدمان، بحيث أنه بصحى الصبح أول ما قبل ما فرش أسنانه بروح على الآيباد تبعه. وإحنا نفس الإشي برضه. هو شوفي المشكلة، إحنا زتينا على الأولاد بس هي برضه مع الكبار يعني. طبعا أنا بشتغل مع عائلات كتيرة، أول مشاكلهم هو إدمان الأب أو الأم أحد الزوجين على التلفون، بحيث إنه فشلت العلاقة الزوجية تماما بسبب إنه واحد منهم مدمن، وإحنا بنفشل إنه نسمي الأشياء بمسمياتها. في نعم. إني بستخدم التلفون أو الجهاز بشكل مفرط، وفي أنا مدمن، في أنا ببعث محادثات على التلفون بيني وبين أهلي وبين أصدقائي، في إني أنا مدمن، بطلت أتقن الفيس تو فيس انتراكشن، بطلت أعرف أعمل علاقات فيس تو فيس، وهذا اللي خايفين أولادنا منه حاليا، وصار كل شيء عبر الشاشات اللي هو مش حقيقي، ارتفيشال، يعني أنت اللي بتحكي مع شخص ممكن يتصنع أو يكون anything. ف
فهذا يا مظبوط، احنا الكبار والصغار يعني موجودين في هذا الاشي. الفرق بين اني انا متعود على التلفون بقدر اتركه في اي لحظة، في اشي مهم بتركه، اولادي عايزيني بتركه، ممكن بدناش نقول بطلع بدونه، صار اتس امبوسيبل هلا تترك تلفونه. ف بس الادمان هو اني انا مش قادر اسيطر، انا بلش ياثر على شغلي، بلش ياثر على علاقاتي في البيت، بلش ياثر على علاقاتي الاجتماعيه، بلش ياثر في ناس على شغلها، بلش ياثر لانه في ناس بتفقد شغلها لانه بنمسك تكستينج ديورينج وورك. اوكي، ففي فرق كبير بين اني انا عاده وبين الادمان. ولما تحس حالك مدمن اول شغله بدك تعملها هو تو ادمت انك عندك هاي المشكله، انك تعترف انه عندك هاي المشكله، هاي بدايه الحل. لانه احنا سلطنا الضوء على المشكله بنبلش ندور على الحلول، والحلول كثيره هلا بنحكي فيها. بس نعم الادمان للكبار وللصغار، والاخطر اللي هو هلا انا عندي بدي احكي لك على الدراسه اللي عملتها الالكترومغناطيك فريكوينسي، لا ماجازين The Journal of Preventive Medicine. أوكي، عملوا ريبورت وحكوا فيه إنه هو صح خطر على الجميع وكلياتنا ممكن ندمن، ولكن خطورة الإلكترونيكس على العقل النامي يعني الطفل من سن، في ناس عندك وعمره سنة وتلاقيه ماسك إصبعه وبيشتغل على التلفون أو على التابلت، خطورته على العقل النامي هو أكثر بكثير من على الأدلتس. فإحنا يعني بالنسبة لنا هي أكثر إشي بدنا نحكي اللي هو الأطفال، لأنه بيأثر فعلا على الدماغ تبعهم، وبعدين بنصير نقول ADHD وبنصير نقول اكتئاب وبنصير نقول anxiety. بس الدراسات كثيرة ركزت على الأطفال، و يعني هذا هو أنا بتهيأ لي هو المدخل الأهم، بس هو من الأطفال بأخذوا عاداتهم من الأهل. طيب لما نتكلم عن الأجهزة الإلكترونية، يعني إحنا بنخلط كل الأجهزة الإلكترونية مع بعض، يعني هل يعقل إنه يكون الكمبيوتر نفسه نفس الموبايل نفسه نفس الأجهزة الألعاب الإلكترونية في نفس الوتيرة بالنسبة للإدمان، ولا بيختلفوا عن بعض في الإدمان ومستوى الإدمان فيهم، بيختلفوا في مستوى الأثر والتأثير السلبي، بيختلفوا حتى لو كان في إيجابيات في بعضهم غيرهم مش موجود في إيجابيات؟ فكيف نوزع أنواع الإلكترونيكس اللي بنتعامل معها وبتعاملوا معها الأطفال؟ شوف بالنسبة الدراسات اللي أنا شفتها أغلبها بيقول إنه كل ما كبر الجهاز أفضل، لأنه بصعب نقله، خلينا نقول مش موجود تحت إيد لا الطفل ولا الأدلتس في كل وقت، الشاشة أكبر بالنسبة لصحة العيون، والفريكوانسي اللي هي سواء الأشعة أو الذبذبات الطالعة منها هي أقل خطورة على الجسم. مثلا أقول لك بالنسبة إلي شخصيا، أنا إذا بحكي على التلفون مباشرة بحطه على راسي مباشرة بصيبني صداع، وعندنا ناس كتير عندها صداع مش عارفة إيش السبب، لأنه بيقعدوا ساعتين ثلاثة على مكالمة واحدة. أوكي، فلا أنا بتهيأ لي الشاشة كل ما كبرت أكثر كل ما كانت أقل تأثيرها عيون الولد على الديستنيشن، لأنه بتبقى شوي أبعد عنه، وبرضه على إنه سهولة تنقلها من مكان لآخر. إذا كان بده الولد يعمل هومورك وبده يعمل لعبة، إحنا طبعاً إحنا حكينا إحنا بنحكي على التابلت، بنحكي على التلفون، بنحكي على البلاي ستيشن، بنحكي على التلفزيون، كلها هاي شاشات وأماكن الكمبيوتر. بس أكثر إشي أنا بتهيأ لي اللي أسهل إنه يضل بإيدنا وين ما نروح وين ما الولد يقعد، اللي هي موضوع التلفون. هذا يعني أسهل شيء ولا أصعب شيء؟ هو أنا بتهيألي تأثيره سلبي أكثر إشي، لأنه هو أكثر إشي في متناول الإيد وأكثر إشي يستخدم واستخداماته عندي كثيرة. أوكي؟ صحيح، وخاصة هاي الأيام لأنه صار كل شيء أبليكيشن، موبايل أبليكيشن، فصار هو عالم الطفل فعليا زي ما هو عالم الأهالي. طيب اليوم لو بدنا نتكلم بشكل أكثر تفصيلا عن المشاكل اللي ممكن تواجه الأطفال. معلش تكون تعذروني، بدي أحكي عن شغلة مهمة جدا حكت عنها الأستاذة ريم. من ناحية طبية، معظم الأجهزة اللاسلكية اللي هي زي التلفون اللاسلكي
إلها فريكوانسي بتصير لما تبدأ الاتصال، لأنها بتبعث ذبذبات للشبكة أو للبرج عشان يقدر يوصلك بالشبكة. هذه الذبذبات للعلم أنه كل الشركات بتوصي أنك تبعد التلفون عن دانك، وهذا موجود داخل الأجهزة، أو بتلاقيها هذه التوصية في المانيول اللي ما حد بيقراه. شركة أبل تمت محاكمتها وأعطت بيرميشن أنها تحط جوا السيتنج، موجودة في السيتنج somewhere، أنه لازم تبعد التلفون نصف إنش عن دانك. يعني لما بتحكي ما يكون لاصق في دانك، لازم يكون نصف إنش. شركة سامسونج مثلا 1 إنش لازم يكون بعيد عن دانك. فمعظمنا إحنا بلزقه، هذه مشكلة. أيوة معظمنا. والجمجمة تبعت الولد أصغر كتير من الرجل البالغ، فتأثير الذبذبات هاي بتكون للرجل البالغ تقريبا لنصف الوجه، أما الولد ممكن تعبي وجهه من دان واحدة. ف مشكلة كبيرة يعني. يا وتنساش إنه الدماغ لسه في حالة ديفلوبمنت، يعني مش مكتمل، هو في حالة نمو. فهاي بتخلي الأعراض، يعني إذا إحنا الأعراض السلبية إحنا كعادة وكاجتماعيات وسلوكيات، ولكن بالنسبة للطفل قد يعني تعرضه لإشي. إنه في ناس بسيبها سيجرز اللي بقعدوا مدة طويلة على التلفون، في عندك في ناس بتقولك الـ ADHD كمان هي بتصيب بعض الأطفال. هي طبعا إلها أسباب كثيرة هاي الحالة، ولكن برضو بتصيب الأطفال اللي من صغرهم كانوا متعودين على ساعات طويلة على الشاشة. طيب احنا ندخل شوي بالأمراض او السلبيات اللي ممكن يواجهها الأطفال من نواحي مختلفة، بشكل مباشر او بشكل غير مباشر. يعني احنا ذكرنا جزء منها في الموضوع الصحي، وربما الموضوع الصحي تناولناه بشكل كبير وقرأنا عنه بشكل كبير، ويعني بجوز هو اكثر شيء بيهمنا كان في الفترة اللي فاتت. كل واحد بيركض يشوف تأثير على ابنه في مواضيع لها علاقة بالجمجمة، لها علاقة بالأذن، لها علاقة بالنظر، لها علاقة بالحساسيات، لها والفريكونسي والغلاف اللي حوله المحيط فيه والذبذب، كله بيدرسه من ناحية صحية على جسده. طيب أنا بدي أقفز الصراحة عن هاي الناحية اللي أشبعت من كثر ما تحدثنا فيها، لدرجة أنه الواحد منا صار يعتقد طالما ابنه مش متأثر بشكل واضح أمامه صحيا فكأنه سليم، إذا انتهى الموضوع، أو أنه بجيب له سماعة وايرلس وانتهى الموضوع. صار في ورك أراوند على القصة. بس النواحي الثانية ما زلنا يا إما متجاهلينها أو إحنا مش منتبهين إلها. يعني مثلا خلينا نتكلم مثلا عن الناحية الاجتماعية، هل هناك تأثير لهذه الأجهزة على الطفل من الناحية الاجتماعية؟ جدا جدا. هذه لما يقعد ساعات طويلة على التلفونات وعلى التابلت بتحرمه من الاكسبيرينس انه يتعامل مع الأطفال اللي زيه يلعب معهم وتكسبيرينس ريل لايف، يعني العلاقة الاجتماعية الحقيقية في الحياة، بتحرمه حتى من التعامل مع أسرته ومع والتعرف عليهم عن قرب، وبتخليه عايش في عالم فيرتشوال مش حقيقي غالباً، أوكي، وبتحرمه من هذه الإشي الطبيعي اللي هو مصل أنا بعتبرها ببنيها شوي شوي. ففي ناس بتقول لك يعني علاقاته الاجتماعية متعثرة لأنه من الأساس هو متعرض للعزلة. اوكي، وبرضه يعني بدكش اوكي، المشكله الاجتماعيه ازوان، بس عندنا المشكله برضه في النوم، عندنا المشكله في البيهيفير. الاولاد هدول عندهم مشاكل كتير، بيعصبوا فجاه بتلاقيه هيك ثار. الاولاد هدول بيناموش كويس، بيناموش نوم صحي، بيناموا نوم متقطع. المشكله كتير لها اطراف احنا ما بنحكي فيها. اقول لك السبب، لانه احنا كفاميليز هلا اللي انا شايفيته اللي عم بصير انه احنا صح في منا كتير ما عم نطلع على الشغل، بنشتغل من بيوتنا، فيش مدارس،
فأنا مش ملاحظ على الولد بينام ولا ما بينام، بروح ينام الساعة 2 الصبح، بروح ينام الساعة 3 الصبح، فإحنا بنفكرها اتس نورمال لأنه ما إحنا قلبنا نهارنا ليل وليلنا نهار، أوكي؟ هي نعم مشكلة حقيقية. لو الموضوع الولد بيروح على المدرسة رح تلاقي إنه بقلق، بصحى بالليل، بينامش ساعات طويلة اللي هي متواصلة اللي تسبب له الاستقرار النفسي. فموضوع الاكتئاب يشخصوا كتير منهم ده مرتين twice as much، يشخصوا بالاكتئاب والقلق الانكزايتي هذول الاولاد، لانه السبب هو الجلوس لمده طويله على الشاشات بدون حركه. اوكي بس بس هذا واقع صار، يعني صار هذا واقع. يعني انا لو انا جيت لابني قلت له اوكي ما تستخدم الايباد في التواصل مع اصحابه، طب ما كل اصحابه بيستخدموا الايباد، يعني صرنا بواقع مجبرين عليه. مظبوط، بس بنقدر نحدد الوقت، بنقدر نحكي معهم بكل صراحة، نحدد قديش وقت بيقدر يقعدوا على التابلت. هلا حتى لو بده يقعد 3 ساعات ما بصير يقعد 3 ساعات متواصلة، لازم يقوم، لازم يقوم كل 20 دقيقة، لازم يغير. حتى بالنسبة لأنا قريت تقرير لإحدى الانستيتيوتس اللي هو بصحة العين، بيحكوا إنه لازم كل 20 دقيقة ينظر لمكان بعيد عنه 20 قدم عشان صحة العين ما يسيبها الدراي آي ويصيب هاي المشاكل اللي هي نعم بتضر الأولاد. فأه ممكن راح يحكوا هذا الوقت اللي احنا بنعيش فيه رايت ناو، انه تواصلنا مع معظم العالم الخارجي عن طريق التابلت، بده يحكي مع اصحابه ويحكي. ما احنا لازم نكون واقعيين، لازم نقدم حلول قابلة للتحقيق، او بنبقى بنحكي في كلام وهلا بنخلص الحلقة ومحتاج بستفيد. صح خليه يقعد يحكي مع اصحابه، قول له معك 45 دقيقة مثلا اليوم تحكي، اذا هو بده يستخدم قول مثلا ساعتين اليوم بده يستخدم منهم 45 دقيقة تشاتنج مع اصحابه، اتس اوكي. بس بعد ال 45 دقيقة لازم يتحرك، لازم يقوم. اللي اتس نوت اكسبتبل اللي قاعدين بنحكي على 4 و5 ساعات ستريت. وانا اميات بيحكوا معي، بشتغل مع امهات، بتقول لك بعد 3 ساعات رحت اناديه بقول لي هلا قعدت، فيش وقت، فيش احساس بالوقت. اوكي، فاذا خليهم يحكوا اتس اوكي، بس خلينا نقعد ونحكي ونحط باوندريز، نحط انه انت اكثر من للي فوق ال7 سنين اكثر من ساعه ممنوع تقعد على التلفون، لازم تقوم ولازم تعمل تجديد لنفسك، ولازم ولازم تنساش انه في عنده 2 ل3 ساعات مدرسه هذول على الكمبيوتر. اتمنى انه ما تدرسوا اولادكم عن طريق التلفونات، درسوهم عن طريق شاشه اكبر الكمبيوتر ويكون قاعد درس عليه. برضه مش طبيعي اني اجي اقول له ما انت لك 2 ساعات على الكمبيوتر بتدرس ففيش تحكي مع اصحابك، ما بنقدر. بدنا حلول قابله للتحقيق وقابله يعني واقعيه. احكي لك مع اصحابك نص ساعه اتس اوكي، بس بدنا انر سيستم، بدنا برضه نلاحق. مش اقول له والله احكي لك مع اصحابك 2 ساعات وارجع له بعد نص ساعه، وارجع له بعد 2 ساعات اقول له شو بتعمل، الاقيه لسه قاعد بحكي مع اصحابه، بزبطش. 2، احنا بنعمل السكرين تايم از ريورد، هاي مشكله كبيره. يعني احنا ربطنا حتى البوزيتيفنس في عقل الولد في الشاشه، اذا بتعمل في علاماتك ممتازه بدي اخليك تقعد على البلاي ستيشن 2 ساعات. وير هيرتين ذم، مع انه معلش انه هو على فكره في، انا طلعت على دراسات تقول لك في لها منافع، انه اللي هي برين هاند كوردينيشن، بيلعبوا على البلاي ستيشن على هذا، بس اذا كان متوازن هذا اللعب مع اللعب برا، مع انه ياخذ بسكليته برا، مع انه يروح يسبح، مع انه يروح يلعب كره قدم، في توازن، لازم يكون في توازن، لازم يكون في باوندريز، والاهل هم المسؤولين على انهم يحطوا هاي الحدود والباوندريز وينفذوها. طيب انا نعم. بتعرف تفضل استاذ محمد، معلش تفضل اعتذر، تفضل بس تفضل. في مره قبل حوالي 4 سنوات ابني كان عمره يمكن 9 سنوات، اول ما شريت له الايباد بعد يمكن شهر شهر ونص هيك، بالصدفه عرفت انه في الايباد في سكرين تايم، تقدر تشوف قديش الولد قعد على الايباد خلال الأسبوع الماضي. فبطلع على السكرين تايم لقيت عنده 41 ساعة بأسبوع واحد. He's a full-time employee. It is a full-time. يعني over full-time. جيت طبعاً انجنيت، عصبت عليه، قلت له بابا it's not acceptable. هذا مش ممكن. في غلط. أنا بدي أحط لك password وأعطيك limit per day 2 hours. من الساعة كذا للساعة كذا. It's up to you what you do with them. رجعت الأسبوع اللي بعده
2 اورز بسبعه ايام، مفروض 14 ساعه، ما يتجاوز 14 ساعه. فتطلع على الايباد 27 ساعه، يعني احسن من اول يوم بس تجاوز الرقم. فبقول له بابا هدول 27 ساعه، انا معطيك باليوم ساعتين. فتعرف شو بقول لي؟ بقول لي اذا انت ذكي اليوتيوب اذكى. انا دخلت على اليوتيوب بربع ساعه لقيت الحل، عملت ايميل ثاني ودخلت بالايميل الثاني. ف يعني فصار الموضوع انه لازم تحكي معاه، مش موضوع انه يعطيك ليميت. طيب انا بدي استفيد من كلام استاذ ريم واستفيد من كلام دكتور جمال، وخلوني اخذ يعني معلش وجه اخر يعني تحملوني فيه. يعني احنا بنحكي هذا الكلام ولكن في كلام اخر بالمقابل، كلام آخر ودراسات قالت إنه هذه الأجهزة استطاعت إنها تزيد من مستوى الذكاء عند الأطفال. هذه الأجهزة خلت الأطفال تبعونا يتعاملوا مع الحضارة الموجودة حالياً بتقنية أعلى، وبالتالي صاروا أبديتد، وصار هو بيحكي بلغة أعلى بكثير من لغتنا اللي إحنا بنحكيها. صار الولد لما بده الآن يطور ويتقدم بأي بحث علمي صار عنده إمكانية يختصر الوقت لأنه تعلم على لغة الاختصار وهو بتعامل مع هذه الأجهزة. صار عنده إمكانية أنه يختصر الوقت اللي إحنا بناخده بأشهر ياخده هو بأيام قليلة. هذه الأمور كلها يعني لا يجوز أن نحرم الولد منها، الولد والبنت طبعا، نحرمه من هذه الفوائد اللي بتلقوها خلال دقائق وخلال ساعات وبأيام مستمرة بتلقوها عن طريق هذه الأجهزة. لما بنحكي عن أمراض وبنحكي عن خلل لا يساوي شيء مقابل الفوائد الأخرى اللي بياخدوها. زي كأنه واحد بسوق سيارة وممكن يعمل حادث، والحادث هذا نسبي، احتماله نسبي لكنه حادث ممكن يحدث، لكنه مش حيعطل حياته ويعطل الفوائد اللي بتهمل له إياها السيارة وهو في حياته. فكيف حنحكي للناس انه في عنا توازن، وما هي حدود التوازن اللي بنحكي عنه؟ ما يعني حنحس مرات انه امر غير واقعي ولا عملي، وما في حد من الاهل بيستطيع انه يعني يتعامل معه. يعني حتى الدكتور جمال اللي حكى الان هو في الاخير استسلم، وما اظن انه استطاع الى الان انه يوصل للساعتين مع ابنه زي طبعا. مشان هيك احنا بنقول حلول واقعيه، عرفت؟ وانا لا. معك الدراسات اللي حكيتها ممتازه. هو اساسا لولا التكنولوجيا الجديده كان احنا بنقدر نتواصل مع بعض ونحكي المعلومات اللي قدرنا نوصلها. الي 3 سنين بعمل ليكتشرز، اوكي، هل كان ممكن نوصلها لكل بيت لناس موجودين في فيليجز بعاد؟ مستحيل. في طبعا ايجابيه، احنا اللي بنحاول نلاقي انه نحاول ناخذ ايجابيات هذا الجهاز وهالتكنولوجيا هاي المتاحه لنا، وانه نحاول نبعد عن انفسنا قدر الامكان السلبيات. ما بقدر ابعد خطر السلبيات عن الولد اللي هو عم بتعلم من هاي الاجهزه، مظبوط، وفيها معلومات بس فيها خطوره. تنساش في سايبر اللي هو البولينج اونلاين، اوكي، في عندك هاي مشكله معروفه. برضه ما بنقدر، اللي هو التنمر الالكتروني، ما بنقدر نغفل عيننا عنها، وما بنقدر نحط الولد في موقع القياده. مين القائد في البيت؟ هوز بوتين ذا رولز. انا مش، انا على فكره الدكتور اللي حكى لنا اياه، اسف دكتور جمال، انا ابني عملها نفس الشيء، بنعمل له باسورد وبتحايل على التليفون وبطول باسورد جديد. ذير بيلدينج ماسلز، وهو كل شيء في الدنيا اي تي هلا. اتس جود تو هاف ذس ماسل، بس اتس نوت جود تو ابيوز ات، وانك تضل ساعات طويله. فممكن احنا هلا احنا بنقعد بنحضر افلام مع اولادنا، احنا لساتنا احنا البيرنتس، اوكي، احنا لسه بنقعد بنروح بنمشي مع اولادنا، احنا اللي بنروح نبسكل مع اولادنا، احنا اللي بنلعب مونوبولي بالساعتين وثلاثه، واحنا مستعد ادفع $1000 وما العبها، بس this is part of my job. لازلنا احنا الاهل واحنا المسؤولين، واحنا اللي لازم نعمل انفورسمنت لهي القوانين. فاحنا، انا بقول لك انا بشتغل من البيت، الساعات اللي بشتغلها بالبيت بحاول تكون هي ساعات ابني هو بدرس بخلص في الهوم ورك، اوكي، لانه اتليست انا عارفه انه هو هيز اونلاين ديفينتلي راح يكون وعلى السكرين. هاي الساعات انا النصائح اللي بقدر اعطيكم اياها،
يكون قاعد بدرس في هاي الساعات، كويس؟ ممكن أنا أخلص هو يخلص نحمل حالنا ونطلع نمشي لنا ساعة. التنوع في الأكتيفيتيز هو اللي بيخلي إنه نستفيد من التكنولوجيا وما تأذينا. هلأ أنت يمكن تستغرب إنه في أهل بيناموا الساعة 10 بصحوا الساعة 2 و3 والولد لسه أونلاين. هون إحنا قاعدين بنحكي في الأذى ونحكي في التعامل السلبي مع هاي الأدوات، ولكن في النهاية إحنا الأهل وإحنا اللي مطلوب منا نوجد بدائل لهدول الأولاد ونحط لهم أكتيفيتيز وننفذها معهم. زمان هذا إنه الأم والأب قاعدين على جنب. سوري. أوكي. زمان. أوه ماي جاش. لازم يرنوا على الجرس. أوكي. سوري. اوكي. فزمان انه نقعد احنا الادلتس على جهه والاولاد على جهه وقاعدين بيلعبوا مش عارف تعرفوها خرزه برز هذا لونج جون. انا بامن انه لما بدي اقعد تو هاف فن بقعد انا اولادي تو هاف فن او ويل فايند سمثينج. بما اني قررت اني اخلف معناته ام جونا جيف هيم ذس تايم. فهلا بطل مسموح اني اقعد انا اشرب لي فنجان قهوه على جنب وانا ممكن هدول الساعتين ابني يكون فيهم قاعد على التابلت وانا بديش اياه. بقعد بلعب انا وياه مونوبولي، بلعب انا وياه سكرابل، بلعب بحضر انا وياه فيلم نختاره احنا التنين. لا، الاجهزه لها فائده ولها جوانب ايجابيه جدا كبيره، والحمد لله انها موجوده مشان اولادنا يقدروا هلا يكملوا دراستهم اونلاين، ولكن خلينا برضه يعني برضه نتحمل مسؤولياتنا كاهل. يعني هو الموضوع موضوع شائك جدا، يعني موضوع الاجهزه الالكترونيه صار شائك جدا، لانه زي ما حكيتي انت العالم بيتجه الى حوكمه او حوسبه كل شيء، يعني حتى كل شيء. يعني الديجيتال سيكيورتي صارت في البيوت، الكاميرات، التلفون، حتى الجرس اللي هو متعودين عليه كبسه وانتهى صار في كاميرا وصار في، فصار الموضوع كله ديجيتال. وصراحة يعني أنا بدي أحكي لك قصة صارت مع جار إنا الله يرحمه، توفى زلمي كان كبير في السن، بس بذكر لما كنا نروح أنا كنت صديق حفيده، يعني كنت صغير أنا، فكل ما نروح عندهم مثلاً نحضر أي شيء، عدالوا لينا، أحكي لك عدالوا لينا اللي هو ما فيش فيه شيء، كان الزلم يضلوا قاعد هيك يعني ما يتطلع على الشاشة. فسألت صاحبي بقول له شو السبب، بقول لي سيدي أول ما طلع التلفزيون سمع في فتوى إنه التلفزيون حرام، ومن يومتها بسمعه سمع بس ما بتطلع عليه نظر. توفى الرجل وهو ما بتطلع على التلفزيون. أوكي. الله يرحمه. فهل من منع هذه الأجهزة هل ممكن نصل بأبنائنا إلى ما وصل إليه هذا الحج، إنه نعملهم أمية في الحواسب بالإلكترونيكس؟ لا، انت بتأثر على مستقبله هيك، انت بتمنعه بتخرب عليه his employment opportunities. فيش اي نوع employment بنطالبش منك a certain amount of skills بالكمبيوتر. وعلى فكره احنا قاعدين بنحكي في الكمبيوترايز هلا وقديش في اشياء ديجيتال، everything is going digital right now. يعني انا جوزي راح حضر مؤتمر في المانيا، رجع he was amazed، قال لي everything is going digital. بس خلينا نحكي في الحلول. احنا مش ما تمنع اولادكم على الكمبيوترات وخليهم يبنوا هالسكيل، بس مش يقعد يلعب العاب مش فاضيه، مليان اشياء. في على فكره بوك ابس بيقدر يلعب يقرا كتب، بيقدر في جيمز هادفه الرياضيات. انا على فكره الكلاينت اللي بشتغل معهم في ابس بقول لهم ينزلوها لتقويه الميموري. في اشياء بنقدر نعملها واحنا بنستفيد، وانه وفي اشياء بنقدر نعملها عشان نحد من مخاطر هالجهاز، ولكن ان نمنعه ونقيمه نهائيا معناته احنا بنفصله عن الزمن اللي عايش فيه. هذا هو الزمن اللي احنا فيه، هو زمن الديجيتال، زمن الاجهزه هاي. بدنا نعرف شو بدنا نعمل. انا محضره يعني عده نقاط بحب اشارككم فيها اذا في وقت. شور. بس قبل ما تحكي، طبعا في نقطه حكتها رنا مهمه جدا برايي، ان مشكله مش المشكلة قديش بعد الطفل على الأجهزة، ولكن المشكلة شو بيحضر ومدى الفائدة. وأعتقد هنا مربط الفرس 100%. فمشان هيك البيرنتال كنترول على أي جهاز بتسلمه لابنك مهم، مشان يمنع عنه الأشياء المش منيحة، حتى عن طريق دعاية ممكن تكون الدعاية مش نظيفة وبدكش ابنك يشوفها.
بس خلينا نقول من الكونتنت هذا برضو بدك تحكيه مع ابنك، لازم نحكيه بشكل منفتح. في امور مش لازم تدخل عليها، في اشياء مش لازم تحكي فيها. بيرنتال كنترول على كل جهاز اللي هو ما يمرقش اي شيء للاعمار اللي هي اقل من 13 او كذا، عرفت؟ هذا موجود، موجود حتى في اجهزه، في انظمه بتحطها على تلفون ابنك، كل مسج ببعثها بتوصلك، كل كبسه بيكبسها على الكمبيوتر بتشوفها شو بيعمل على الكمبيوتر وعلى التلفون. في كل هاي الاشياء موجوده. الافضل هو انه نقدر نتوصل مع هذا الولد لمكان هاي الاشياء بتقدر تتفرج عليها. على ايش بتتفرج؟ عنده سوشيال ميديا، لازم يكون معي الباسورد لحد سن يمكن 17 18، لازم اشوف مع مين بتواصل، مع مين بحكي، على ايش بتتفرج. إن جزء منكون من نموهم إحنا للأولاد، مش إحنا بس بنتفرج عليهم شو بيسووا، هو بيشتغل لحاله على كمبيوتر وأنا على حالي. عايش بتتفرج وشو الفايدة وشو تعلمت وشو قمت وشو حطيت. في أشياء كثيرة زي ما قلنا مفيدة، بس إحنا لازم نكون جزء من اللي بيعملوه. هلأ موضوع إنه ابنك عمره 12 ولا 13 ولا 15 أو 16 وعنده فيسبوك، ممنوع أنت تكون عندك الباسورد تبعه، أنا هذا ممنوع، لأنه أنت جايب له التلفون وأنت اللي شاب دافع حق الإنترنت وأنت اللي جايب له، كنت تقدر تقطعهم، عرفت؟ فلابد من وجودنا نعرف شو المحتوى اللي بتفرجوا عليه، شو بكتبوا، ممنوع يعرضوا صورهم، ممنوع يحطوا الأدرس تبعتهم. على فكرة مليان دوكيومنتريز كويس لأولاد يحضروها وشوفوا هاي التنمر الإلكتروني قديش ممكن يعني يحموا حالهم منه وكيف، وانه فعلا موجود. لانه في مرات تحكي مع الولد بيقول لك ابدا انا الي بلعب على الكمبيوتر قديش وما عمروش حدا اذاني، بس اتس ذير. اوكي، واذا بدك يو غانا بوت يور سيلف اوت ذير بدها تحصل. نعم، انا بدي اعطيكم شوي تجربتي واحكموا لي عليها اذا كانت صواب ولا خطا. انا بالنسبه لي تركت ابني بحريته كامله، وبعرف انه بيقضي وقت كبير على الموبايل، وبعرف وعلى الآيباد قبله وعلى اللابتوب، وبشكل كبير كبير أكثرهم على الموبايل، ويمر بمراحل كنت أتكلم معه، أناقشه، أحاوره، وبعدين بدأ ينتقل باختيار الأمور المفيدة له. الحقيقة إنه المواضيع كلها اللي إحنا بنتكلم فيها اللي هي حديثة وجديدة، سواء من حيث التنمر ولا السايتس اللي هي البلاك سايتس اللي بتكون اندر جراوندز، هذه هو اللي شرح لي اياها. يعني وصلنا لمرحله انه هو اللي كنت انا دي سمعت عن موضوع الفلاني، يحكي لي ابا اعرف عنه، احكي له شرح لي اياه ايش بيعمل، يحكي لي هو ويحكي لي ايش مشاكله، يحكي لي وين مخاطره، يحكي لي كيف بيأثر على الاطفال، وكيف في ناس انتحروا بسببه، وكيف يعطيني التفاصيل كاملة عن كل المخاطر اللي موجودة. يعني حولته من إني أنا اللي أفرض عليه الشيء وأوجهه فيه، إنه هو يشاركني في إني أنا أعرف على الموضوع، مش من باب إنه هو غير، لأنه بديهيا هو المفروض يعرف وينتبه ويدرس الشيء قبل ما يمارسه ويعرف مخاطره ويبعد نفسه عنه. فلو إحنا، أنا بعتبر تجربتي هذه بجزء تكون نافعة، بجوز تكون نافعة لبعض الأهل، إنه يحاول من الصغر يوصل مع ابنه إنه شريكه في التغيير، شريكه في المعرفة، شريكه في مراقبة هاي الأجهزة، شريك يعني. حتى طبعا فيش واحد منا ما بغلطش، إحنا الكبار بنغلط، فبالتأكيد إحنا حنغلط وهو حيغلط والكل حيغلط، وغلط الأصغر المفروض إنه أكثر وأكبر من غلط الناس الأكبر. لكن في الأخير لو كان أنا استطعت أني أحوله كشريك إلي في المراقبة والانتباه ومتابعة اللي بيجري على الساحة، ويعمل لي أبديت فيه وينبهني منه وأنا أنبهه أو أسأله، لأنه في كثير من الأشياء هم بيعرف فيها صاروا أكثر منا. أنا يا أولادي بيساعدوني كثير في الموضوع الكترونيكس، وكيف أشبك وكيف أقيم وكيف أصور، ولكن بعرفش قديش عمره ابنك. بنقدرش نعمم، يعني بنقدرش نقول هذه طريقة ناجحة مع الكل، لأنه في أولاد ما بيقدروش، يعني هاي مسؤولية too much for them، وإذا وقعوا تحت إيد الشخص الغلط
بيبقى too late by the time you get to them. أنا طبعا يعني ابنك أنا فخورة جدا فيه إنه قدرت تبني هالعلاقة الثقة بينك وبينه. هي أهم طبعا، الديسيبلين أهم من المراقبة، بس إذا اضطرينا نراقب هذا اللي بدنا نعمله، في أدوات إن نراقب فيها. شوف، فيش أنا ضد التعميم في أي شيء، فيعني الحالة هاي اعتقد صار انقطاع. ايوه تفضل استاذ ريم. ممكن استاذ يجي ريم. تليفون. فعند عندكم يا فانتوا كعائله الامور ماشي تمام، جود فور يو، يعني اتس ريلي جود. بس زي ما بقول لك، تقدرش تعمم لانه في كتير مشاكل احنا مش قادرين نتداركها او نوصلها، لانه زي ما قلنا في قصص تنمر. في سيدات بيحكوا معي اني والله لقيت الولد قاعد بيتفرج على شغله ما كانش لازم يشوفها، وهكذا. يعني في اشياء لازم نعملها. خليني اعطيكم عده اشياء قبل استاذ ما ريم، يا بس تفضل. ثواني، اعتقد السكرين راحت عندك الصوره. يا انا اسود مبين عندي بس مش قادره ارجعها. اوكي، في مجال تطلعي وترجعي تدخلي، اعتقد هون المشكله اللي صارت، How do I انه do اجاك. that؟ انا حطلعك وارجعي ادخلي على نفس اللينك. اوكي. يا الموضوع ترى يعني جدا شائك. طبعا الأستاذ عدي في عنده تعليق جيد. أنا تجربتي من البداية، ابني صار عمره 3 سنوات، لم نعطه أي جهاز من البداية. الآن الحمد لله بشوف جهاز الموبايل تاعي بيجيب لي إياه. أمه بتعمل له أنشطة مثل رسم وألعاب تعليم، التلفزيون بنحط أشياء تعليمية سواء. هذا لا يعني انه راح نمنعه من التكنولوجيا، لكن عمر 6 سنوات او اقل عمر حرج جدا. طبعا 6 سنوات بتتكلم، يعني وان كان على، يعني انا احكي لك، ربما احنا بنشتري لابنائنا الموبايلات والاجهزه الالكترونيه بسن مبكر، لكن كمان 6 سنوات صغير في السن، لكن لما بيكبر شوي حيكون متطلب. يعني انا اذكر ابني في المدرسه لحد جريد 9 كان في المدرسه ممنوع ياخذ موبايل على المدرسه، المدرسة مانعة أصلاً إنه يأخذ موبايل على المدرسة. فيعني أحياناً في أماكن تساعدك، مؤسسات بتساعد على هذا الأمر. استكملي كلامك أستاذة ريم. شكرا شكرا لك. شوف، بدي اعطيكم شغلات. انا بحب اساعد الاهل لاني انا بعرف يعني كأم وبرضه ككوتش قديش الناس انه بدهم لك اوكي جيف مي ا سوليوشن، دائما صحيح. بدور على الحلول. شوفوا، اول شيء قبل النوم عشان ما يصيرش تاثير على نمو الطفل وعلى الدماغ وعلى كل شيء، قبل النوم بساعتين ممكن نقول ما فيش اجهزه، هذا الوقت نقضيه مع بعض كعائله، نحكي مع بعض، نعمل اي شيء. رقم اثنين، هذه اللي انا نفعت جدا معي مع اولادي، قبل النوم كل واحد بحط تلفونه في المطبخ، بعدين بروح ما فيش الكترونيكس جوا غرف النوم، والا ما فيش طبعا انت بدك تقوم بعد كل ساعتين تشيك عليه لولدك، برضه انت ترتاح وتنام. اكشلي انا تلفون ابني بيجي جنب راس ابوه، بيطفيه وبحطه، هذا معروف، قبل لنصحى الصبح لازم يبقى موجود. انا يعني بس هذه انت هيك سنه نقلت جاي الخطر، انت هيك نقلت الخطر يا استاذ ريم. حطيته للابو. He's okay, he's not my responsibility. فاحنا بنجيب التلفونات عندنا على الاوضه، حتى الاثنين الكبار اللي اولادنا كانوا قبل ما يناموا لازم يجيبوا التلفونات يسلموهم بالعربي، سلم التلفون والله معك. اخذ فرص حركه ولعب، يعني ضل نشيك عليهم، لو هو نسي حاله انا اطلعه احط له الارم انه بعد كل ساعه خليه ياخذ له بريك، خليه يقوم، خليه يتحرك، خليه ياخذ له لفه في البسكليت، لو بدك اياه يلعب له ساعتين. لازم بريكس حركه بين الوقت، وبرضه مشان صحه العيون كويسه، احنا حكيناها مراقبه كل حسابات الاطفال على السوشيال ميديا، لازم يكون معاكم الباسورد تبع الاولاد لانه ما بيحكوش عاده لما يصير معهم شيء، ما بيحكوا، بس في اشارات انه لازم تنتبهوا عليها قبل ما ننهي. خلينا نقول الاشارات، الولد لما تشوفوه صار يخاف لما يرن تلفونه، اول ما يفتح الكمبيوتر بتحس عليه انه تلبك، لما فجأة صار بدوش يقرب على الكمبيوتر ولا على التلفون، نعرف انه الولد في عنده مشكلة. ليش بخافوا الاولاد يقولوا لنا؟ سبب واحد، اني راح اقول له انت السبب،
فبدي اجي بالضبط. عليه. لما اجي امسك الولد واقول له اذا صار معك إشي، هذا اللي عم بصير في العالم، في ناس منيحه وفي ناس مش منيحه، تعال احكي معي عشان نعالج الموضوع، مش انك انت ما تتهموه او ما يكون هو سبب دائما، انه كل ما يصير خلل نقول له انت السبب، في يعني point our fingers at him، فبيبطل بده يقول لنا شو بصير معه. ضروري جدا تلاحظوا على البيهيفير تبع الاولاد. هلا قديش بنلاحظ للاسف في ناس كثير حاطين اولادهم وبنتبهوا عليهم، والاغلب هيك، الاخرين هم ناس كويسين وبحبوا اولادهم وجود بيرنتس وعملوا اللي عليهم، بس مسكوا الساينز كانوا كثير متاخرين. يعني لدرجه بقول لك انه في مرات بتوصلني حالات بقول لهم اسف ما بقدر، يعني at this stage انا مش انا الشخص الصح. فديروا بالكم على الساينز، لما الولد يغير كل اتجاهه، لما الولد يغير طريقه تعامله معك، لما يصير ينحبس في اوضته ساعات وبدوش يحكي معك وهو مش على التلفون، قد يكون في حدا بخوف فيه، او حدا يعني او شاف إشي على الانترنت إشي بخوفه. هاي الاشارات كلياتها مع بعضها والاحتياطات اللي انه زي ما قلنا التلفون بالليل ما ناخدوش، اني اخذ منه تلفونه، انه احط ساعات معينه، كلياتها بتساعدنا انه سيفلي نستخدم هالنعمه اللي انا بعتبرها، اللي هي يعني في ناس بيعتبروها نقمه، ولكنها نعمه فتحت باب المعرفه على اوسع ابوابه للعالم، وما ضلش عندنا اي اكسكيوز انه احنا ما بنعرف. لانه اذا ما بتعرف تفضل زي اولادنا، زي ما تفضلت انه كيف اولادنا بقول لك انا بعرف، بدخل على يوتيوب وبجيب الاجوبه، واحنا صرنا نفس الشيء. فهذه احدى النعم بدنا نحاول نستخدمها بشكل ايجابي، ونحاول نمر اولادنا بهالفتره ان شاء الله بسلام، ولكن لابد من انهم يعرفوا عن طريق الشغل في هاي الاجهزه، الكمبيوترات، الحاسوب، وكل هاي المهارات هاي اصبحت ضروره، ما بيقدروا يكملوا حياتهم بدونها. السايبر بولينج للاسف يعني صار كثير منتشر، خاصه بين فئه الشباب والصبايا. يعني حتى أنا سمعت قبل فترة قصة أنه في ناس بيستخدموا الكنترول أبس، بيعملوا هايرينج لصبايا، طبعاً بطلبوا منهم السي في والصورة، بيشوفوا صبايا حلوات، بعدين بيستخدم بقول لها أوكي عشان نحكي عن طريق الإنترنت، بدي أعمل لك أوفر زي سكايب أو إشي، نزلي هذا البرنامج واستخدم الايميل تبع الشركه، بعطيها ايميل للريجستر، فهي اول ما تعمل ريجستر بصير عنده اكسس على كل جهازها. وبالتالي بصير يشوف اللي بده اياه، وبتعرف بصير بعديها البولينج. وهذه صارت كتير يعني، خاصه في يعني المناطق اللي عندنا، بتعرف لانه الخوف من انه اوكي هذا شاف صوري او شيء، يعني مشكلة كبيرة. يس طبعا. الأستاذ سامر بحكي والله يا دكتور ويا إخوان إنه إحنا حتى الكبار تأثرنا، بحيث إنه كنا نتصل مع بعض حتى نجتمع ونتبادل آراء وكنا ننبسط، أما الآن بتصل فيك صاحبك وبدعوك على فنجان قهوة، وعندما تتصل يقضي معظم الوقت عندما تصل يقضي معظم الوقت على التلفون، ومرات بتدعوهم لبيتك ولما بوصلوا أول 5 دقائق مجاملات، وبعدها كل واحد على تلفونه، لدرجة كتبت على المدخل في بيتي لا تشلح حذائك اشلح تلفونك. It's a good idea والله. هاي حالة الإدمان، وإحنا الكبار بنرفض نعترف أني أنا دخلت يعني too much لدرجة أنا الآن مدمن، شو بدي أعمل؟ Go ask for help. ما فيها إشي. طيب أنا بدي يعني بعد هذا الحوار الجميل والنقاش الرائع، لو فرضنا أنه أهل يعني تأخروا مع أبنائهم، وأبنائهم خلص صار عندهم حالة الإدمان وأدمنوا على الأجهزة الإلكترونية، والأهل شافوا أعراض سيئة عليهم اجتماعيا وعلميا وكل الكلام اللي إحنا حكيناه، حتى صحيا شافوا عليهم هذا الكلام، لكن هم مش ملاحظينه بشكل قوي، ومدمنين كأي مدمن على أمر معين. كيف إحنا يعني نطلب منهم، وكيف نساعدهم ونقولهم يتصرفوا
مع أبنائهم في هذه الحالة؟ يعني خلص يقطعوا عنهم الكهرباء مباشرة، يقطعوا عنهم النت مباشرة، الواي فاي يسجنوهم في الغرفة، ياخذوا الموبايلات وياخذوا كل شيء، لا لا ولا خلاص انتهى الموضوع، ما فيش لهم أمل الآن للتغيير؟ يا تحطهم مش في حالة ريزيستنت، لأنه هم نفسهم أطول من نفسنا ومعهم طاقة أكثر منا، أوكي؟ نعم. فإحنا ما بدنا نعمل هيك. ولكن القاعدة العامة بالنسبة لأي نوع إدمان، هو عشان أتخلص من شيء، من عادة، بدخل عادة أخرى مكانها تكون إيجابية، أوكي؟ نعم. وهذه بتتم تدريجي، أوكي؟ كل شيء في الدنيا بيتم خطوة خطوة تدريجي. مجرد الانتباه لأنه في مشكلة، هاي شيء جيد، لأنه في ناس بيقول لك إحنا فيش عندنا مشكلة، هي قاعد بيلعب 6 hours later he still بيلعب، اوكي؟ فا اتس جود اذا لاحظتوا انه بلشت هاي الاعراض تنشا، اذا هذا الولد بده اعاده برمجه لكل حياته. انا بشتغل بغض مع النظر، teenagers. يا تفضل. بغض النظر عن العمر، لانه استاذ عادي بيسال اذا في ناس اقل من 6 سنوات برضو عندهم ادمان. هدول ال6 سنوات بدك تحمله من ايده، تحطه في السياره وعلى البارك بشكل يومي، ساعتين وثلاثه واربعه، الجو حلو هلا، استغله الصيف، بنروح على المراجيح وبناخذ بفوتبول. اول مره على فكره راح يقاوم، ثاني مره راح يقاوم، ثالث مره راح يلاقي حاله مستمتع. الاولاد ما بيحبوا شيء في الدنيا قد الاتنشن تبع اهلهم، وانهم بده يقضوا وقت معاهم. يعني شوف شو ما يبقوا الاولاد بيعملوا، حتى اولادي عندي 2 شباب، بس قولهم تعالوا نلعب شده ولا طرنيب كله بيجي. بحبوا يقعدوا مع الاهل وبحبوا يقربوا عليهم. فيو هاف تو دو، الاصغر هدول المدمنين، هذا بدنا نطلع من البيت كله، بدنا نطلع من الجو اللي بذكرهم في التلفون، نحط كل التلفونات، ناخذ معنا تلفون واحد فوق لا قدر الله فور امرجنسي، بنحطه على سايلنت وبنضبه. ما هو انا عشان انا اطلب من ابلي تو بي ديسيبليند، انا لازم اتو ديسيبلين ماي سيلف. فبناخذ الاولاد بنطلع بنروح بسكليتات، بنروح جنب النهر، بنروح يعني احنا في امريكا وكندا، ربنا يعني الحمد لله منعم علينا والجو حلو والريكريشن ارياز معبيه الدنيا، بروح فيهم انا وياهم على البارك وباخذ سندويشات وبقضي 4 5 6 ساعات. هاي اليوم طلعتهم 3 ساعات يا سيدي، طلعتهم من البيت، هدول 3 ساعات كانوا بقعدوا على الجهاز، اليوم مش قاعدين عليه. بكره لما تفتح الدنيا بناخذهم على المول على شيء. يا ان شاء الله. في مشكله يعني انا 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 شخصيا بواجهها كل ما احكي مع ابني عن موضوع، بقول لي ما هي فلان اليوتيوبر بيطلع ملايين من ورا لعبه نايت مير. طب نايت ايش اسمها اللعبه؟ نسيت اسمها. المهم لعبه مشهوره نايت شيء، فورتنايت. واللي هذا بيطلع ملايين بس من وراء اللعبة هاي، فماخدين هدول الأشخاص ايديال لهم، يعني هم ال وبتعرفي لما بيطلعوا هدول المشاهير تبعون اليوتيوب وتبعون الانترنت خلاص بصيروا، يعني حتى مثلا أنا يعني بعتذر من الأشخاص اللي بيطلعوا قصص، مثلا بيل جيتس بقول لك هو ما هو ما كملش دراسته، هاي صار رئيس شركة. مارك زيغنبرغ هاي ما كمل دراسته، طردته جامعة هارفارد، آخر شيء رجع صار فيها محاضر. فبعطوهم ايدياز انه هدول هم الصح، واللي فشلوا طبعا اللي ما كملوا دراستهم وصاروا هوملس ما حد بيحكي عنهم. صحيح. هذا اليوتيوبر خلينا نعمل له لابنك، نجيب له الستاتستكس ونشوف من اليوتيوبرز واللي بيلعبوا فورتنايت اللي هو بعشرات الملايين، واحد منهم نجح وطلع وصار يعمل هاي الفلوس، اوكي؟ وان اوف مليونز. فهل انت بدك تو جامبل بما انه ما شاء الله عليه واضح انه ذكي؟ اساله دو يو وانا جامبل وذ يور لايف، تقعد تلعب وات مايت هيت اند ات مايت مس، ولا يو وانا تيك ا باث وتخلص تعليمك والعب. انا مش مع انك ما تلعب، بس you have to do it بتوازن مع كل شيء، مع الدراسة، مع اللعب برا، مع الفتنس، مع كل شيء تاني. صحيح، اللي هو اللي بنسميه الطريق الآمن، يعني الطريق اللي معد له جيدا هو الطريق الآمن. وأنا بتوقع أنه لو أخذته يا أبو آدم، لو أخذته على طريق وعر ومشيت في السيارة فيه وحكيت له في طريق تاني ترى ممهد، إذا بتحب نمشي بالطريق الممهد ولا نمشي بالطريق الوعر، لكن الطريق الوعر ممكن احنا نختصر فيه مسافة، بس ممكن السيارة تتكسر، ممكن ما تقدر تكمل، وممكن ما نعرف نمشي، وممكن يكون في وادي جنبنا ونوقع فيه، وكل هذه الاحتمالات موجودة.
لكن الطريق الآمن هو طريق ممهد وحنمشي فيه مسافته أطول، إلا إنه يعني أكثر أماناً، وخليه هو يختار. وقتها بيعرف الفرق بين هذا اليوتيوبر وبين حياتنا العادية الروتينية أو مش الروتينية، اللي بدها جهد وبدها تعب وبدها صح. دراسة وبدها علم وبدها كل شيء. هذا بتصوري. بس at one point إذا في أولاد ما هم كتير، يعني هم جيل ذكي جدا، إذا ظل أشقياء يعطيك أشقياء عذر أشقياء إذا ظل يعطيك عذر ورا طبعا. الثاني you have to enforce it, you have to enforce it يعني in a civil way طبعا. صحيح. المشكلة عارفة أستاذة ريم وين؟ في بلادنا كانوا يطلعوا أهلنا بالإخماسي، تعرف الإخماسي؟ إحنا هنا ما بنعرفش لا نستخدم أنا الإخماسي. ضد no don't it's not a good idea بصراحة، لأنك ما بدك تكسر شخصيته وبدك تكسر هالاندفاع اللي صحيح عنده، طبعا طبعا. بدك توجهه بطريقة أحسن. هدول أنانيين في هذا العمر جدا. أنا عملت أكثر من سيمينار مع الأولاد عن الأولاد المراهقين جدا أنانيين، فهو مقايضة، هدول بينفعش معهم إلا المقايضة، بتخسر إشي إذا ما عملت هذا الإشي، عرفت؟ ما بدهم يخسروا، بدهم كل إشي، فمن قايضه واحدة بدل واحدة. في شوف في فيش وان قانون واحد بيمشي على الكل، ولكن أخيرا أنا بتهيأ لي إنه لا، الأهل هم المسؤولين لازم. نعم نعم يعني أنا كثير استمتعت في اللقاء، وأعتقد إنه اللقاء كان شيق جدا وسريع سريع. عن يعني أنا جد يا ما توقعت إنه الساعة تمر، لكن كان فعلا في معلومات مهمة. بشكرك أستاذ ريم كثيرا، أكيد حيكون في بيننا تواصل، في عندك أفكار كثيرة إن شاء الله ممكن تفيدي فيها الجالية. بعطيك يا آخر دقائق إذا بتحبي تحكي إشي للجمهور. أول إشي بدي أشكركم جدا، فعلا حوار رائع جدا جدا جدا، يعني طلعنا كل هالمعلومات اللي عندنا. أتمنى إنه نكون أفدنا الناس اللي بيسمعوا لنا. شكرا للدكتور الأستاذ محمد، وإلك دكتور جمال على استضافتي، وأنا بكون جدا سعيدة إني أكون معكم في لقاءات أخرى. راح أعمل شير للفيديو مشان عندي في الجروب، إن شاء الله يبلشوا يتابعوكم، أنا بشوف شغلكم كتير حلو. وآخر إشي بدي أقولكم إنه شوفوا الخوف، كل ما خفنا على إشي أو كل ما قلقنا بنزيده في حياتنا، كل إشي بنركز عليه بيزداد في حياتنا. ركزوا على الأمان، ركزوا على الأشياء الإيجابية في حياتكم، ركزوا على الجانب الإيجابي لاستخدام هاي الأجهزة واحكوا فيها مع أولادكم. كل ما خفنا عليهم أكثر بوصلهم شعور بالخوف، فهم بيخافوا أكثر وبوقعوا في أخطاء أكثر. إحنا بدنا نحكي بشكل منفتح، بشكل جمالي، بشكل حب. أكثر إشي بنقدر نعطيه لأولادنا، إحنا صح بنحكي عن الجميع هلأ، أكثر إشي بتقدر تعطيه لابنك هو الحب غير المشروط، إنه I got your back، حتى لو ما بتغلط أنت لسه ابني اللي بحبك، و I got your back don't worry. لما يعرف إنك في ظهره بيغلط بيجي بيقول لك ساعدني. فيعني أتمنى لكم ولأبنائكم ولعائلاتكم السعادة والنجاح، لأنه هذا إحدى الأهداف اللي أنا بشتغل عليها بشكل يومي. آمين آمين آمين. طبعا اسمحوا لي أنا طالع بايكينج. أوكي. اسمحوا لي أشكر الأستاذ ريم على اللقاء المميز، وأنا صراحة اطلعت على بعض الفيديوهات اللي عملتها الأستاذ ريم، وخاصة في موضوع الـ يعني الكوتشنج، موضوع مهم جدا. وأنا شفتها وهي بتتكلم عن السعادة، وهي ترى إنه هدفها الأساس السعادة ونقل السعادة للآخرين. واستمعت شوي لبعض الأشياء اللي دفعتها إنها تعمل هذا الأمر وتشتغل فيه وتبذل له وقتها وربما كل يعني أيامها من أجله. رسالة كبيرة جدا، رسالة رائعة محتاجها كل واحد. التفكير إنه كيف أنا أكون سعيد في حياتي، هذا تفكير يعني متقدم، مش تفكير بسيط، ولا هو على حافة الطريق، لا هو دخل في عمق الحياة، والهدف من هذه الحياة إن نعيش سعداء. أتمنى إنه اللقاءات القادمة نحاول ندخل فيها في هذا المجال أكثر وأكثر. بجوز إحنا الآن تكلمنا عن هذا الجانب، له تبعات كثيرة، وربما صار في نقاشاتنا صار في اطلاع على بعض الجوانب الأخرى المهمة جدا نحكي فيها.
وإن شاء الله نرتب برامج في مثل هذه المواضيع يستفيد منها الجميع. وبعود جميل. بشكر أكيد. الجميع على حضوره ومتابعته. شكرا طب في لك سؤال على الأخير إجا هيك على السريع، ما مدى صحة المقولة إدمان الأطفال على الأجهزة الإلكترونية ممكن يؤدي لتوحد؟ الحقيقة ما عنديش معلومة يعني مؤكدة ومدعومة طبيا أقدر أقول لك إياها. اللي بقدر أوعدك فيه إني أروح هلأ أعمل سيرش وأبعت لك الجواب بالجهة اللي عملت الريسيرش وبالأرقام إن شاء الله. أنا ممكن أجاوبك أستاذ عدي، يعني معنا دكتور برضه. التوحد إلى الآن لا يوجد له سبب دايركت، يعني ما في واحد بيقول لك لا الأكل ولا الشرب، كلها هي عوامل مجتمعة. فالأجهزة الإلكترونية عليها دراسات كثيرة، لكن زي الدخان، ساعة بقول لك كويس ساعة بقول لك، يعني امبارح أنا بقرأ في دراسة إنه الدخان مفيد ضد الكورونا، يعني أنا هيك سمعت. يو كان دراسة علمية، يعني عاملينها مركز أبحاث، ف يو كان مونيبوليت الدراسات هاي. للأسف ما في دراسة واحدة تؤكد إنه هناك 100% effects من الأجهزة الإلكترونية، حتى إدمانها أو حتى الأشعة على تكوين التوحد، لأنه التوحد يعتبر ولادة، يعني بوجد مع الطالب من الواحد من الولادة مش بعد ما يولد. شكر كثير لك أستاذ محمد، طبعا دائما نورنا جمهورنا العزيز، نورتونا جدا، مبسوطين بتفاعلكم وأسئلتكم، يعني كان موضوع رائع. أكيد 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 مش حيكون آخر موضوع نناقشه معك أستاذة ريم، لأنه المعلومات اللي عندك أكيد كل المجالية والمجتمع بده يعرف عنها أكثر. بنشكرك من عميق القلب، أبدعتي شكرا أعطيتينا جزيلا. straight to the point. إن شاء الله نقدر نستفيد، بس حابب أذكركم بلقاءاتنا الجاية اليومين هدول الساعة 7:30، راح يكون معنا بث ونقل مباشر للأذان، وأنا حطلع بايكينج أنا بوعدكم أنا اوكي. وابني. أوكي، على الساعة 10 اليوم حيكون معنا لقاء مع الفنانة والجميلة منى بحميد، تتكلم عن الفولكلور الرائع من اليمن السعيد. حلقة هتكون متميزة، صوتها رائع جدا جدا جدا، خامة يعني لو سمعتها أم كلثوم كان غارت منها، أنا بقولكم فلا تضيعوا الحلقة. غدا حيكون عندنا حلقة إن شاء الله رب العالمين الساعة 6، عن مع الأستاذ محمد عيسى محب الكتاب، عن كتاب، حيحكي لنا عن كتاب وحيرشح لنا كتاب، ونبدأ مشروع قراءة كتاب إن شاء الله اللي وعدناكم فيه الساعة 7:30 بكرة برضو الأذان، والساعة 10 الأسر المنتجة حيكون في حلقة متميزة مع الأستاذ محمد تميمي وضيوفه، راح يكون عندنا ضيوف أجلاء راح يتكلموا عن الأسر المنتجة وعن الإبداعات وكيف نقدر نوجه طاقاتنا، كيف ممكن نستفيد من البرامج الحكومية. ما تضيعوا الحلقات لأنها كلها موجهة لكم، وإن شاء الله تستفيدوا منها، ويعطيكم ألف عافية، ونراكم الساعة 7:30. يعطيكم يعطيكم ألف العافية، عافية. شكرا شكرا شكرا.